بر الأمن عن كل شيء. أصحك تتحرك. إذا بتقولي شيء لأي حدا رح فجر القنبلة قبل وقتها، وكل الناس اللي هون رح يموتوا بسببك. فالأحسن تفكري شو رح يصير لعائلتك بعد ما تموتي. خلي تمك مسكر وامشي بطريقك بدون ما تتلبكي ولا تخلي حدا يحس على شيء. بسرعة فوتي لجوا، ما بدي مشاكل، فهمتي؟ وإلا أنا بضغط على زر جهاز التحكم وأنتي رح تتحولي لأشلاء. لهيك ما لازم تفكري، فوتي لجوا. لا، حياتي مو مهمة. أنا لازم خبر الأمن إنه في ناس عم يحاولوا يفجروا المكان. الشرطة هون كمان، وأكيد رح يتصرفوا فورا. لازم أمنع هالشي، ما فيني أسمح لخطتهم تنجح أبدا، وما بيهمني شو رح يصير فيني. نيلام، نيلام، غير شو في؟ في شي مشكلة؟ لا لا، ما في مشكلة، ما في شي، تطمني. إذا ما في مشاكل ليش مبين عليكي رح تنهاري؟ هي كل شي ماشي مثل ما بدنا، والعرس تحدد موعده. طيب الحكيم قال لك شي؟ لاكشمي هي القوة بالنسبة لريشي، وبالمقابل هي ضعيفة بدونه. هاد الحكي دقيق وكل شي واضح. حياة لاكشمي رح تكون بخطر. شو بدي يقول؟ ما قال شي ما بنعرفه، بس خبرني عن موعد العرس وراح. هالشي منيح كتير، منيح. لقى موعد قريب، بقيان أسبوع. أصلاً هي لاكشمي كان لازم تطلع من هالبيت من زمان. بتعرفي نيلام، لو الشغلة بإيدي بخليها تطلع من اليوم ونخلص منها بقى. واسمعي مني، أنا رح أنصحك مرة تانية، ما تصرفي كتير بعرس لاكشمي. بعرف هالشي كرمال سمعتنا، لهيك رح نعمل الضروريات وبأقل التكاليف. ومنخبر فيكرانت إنه ما قدرنا نعمل أكتر من هيك لأنه ما كان معنا وقت، وأنا متأكدة رح يتفهم وما رح يكون عنده أي مشكلة بعد ما يتزوجوا. حتى هنن ما رح يلحقوا يعملوا شي بهالوقت. ونحن ليش نصرف على حدا ما بيستاهل؟ ما بيستاهل؟ وشو يلي بيستاهل؟ عمتي هذا عرس لاكشمي، وتذكري إنه جزء من عائلتنا، لهيك يا ريت ما أسمع منك هيك حكي. شو ما كان شعورك، هاي البنت ما نفرت من عيلتنا ولا رح تكون هيك. هاي البنت ولا شي بالنسبة إلنا. أنا ما رح أتقبل، وبغض النظر إذا تقبلتها أو لا مو فارقة معي طالما رايحة من البيت. عمتي، أنا مفروض علي احترامك، لهيك لازم تعرفي شغلة. لاكشمي اللي قررت تتزوج، نحن واجبنا نطالعها بأحلى صورة. تمام، مثل ما بدك ريشي، رح نعمل كل شي طلبته منا، بس أنا كنت محتارة إنه كيف رح نلحق نجهز كل شي بهالوقت. أنا رح دبر كل شي، المهم لاكشمي ما ينقصها شي، طمني بالك. ماشي. وشو مشان مراسم العروس؟ أبو لريشي رح يتكفل بالقصة. بس كاريشما، بكفي لو سمحتي. أنا من قبل كنت عم فكر مثلك، بس بما إنه تحملنا مسؤوليتها لازم نعمل جهدنا لنقدم لها كل شي. أبو ريشي بيعتبرها مثل بنته، لهيك رح يجهز مراسم العروس. ومثل ما قال ريشي، هي صارت واحدة من عيلتنا، وحتى زواجها انبنى على أنها جزء من عيلة أوبيراي وخطبوها مننا، صح ريشي؟ شكراً أمي. عرس لاكشمي رح يكون مميز والكل رح يتذكره. شكراً نيلام. شو اللي عم تقولي؟ ليش عم تعملي هيك ومشان شو كل هالشي؟ انت لازم تبهدلي ريشي بدل ما توقفي معه وتدعميه. وهي المراسم شو إلها داعي؟ ليش انت عم تعملي كل هذا كرمالها؟ هالشي ضروري كاريشما، ضروري كتير. ليش ما عم تفهموني؟ هلأ لما صار في أمل إنه كل شي يمشي مثل ما بدنا ويرتاح راسنا بقى، ما بدي ريشي يوقف ضدي لأي سبب ويكرهني. ما بدي أعمل أي شيء ممكن يعكر مزاجه. كل اللي بيهمني إنه يتخلص من لاكشمي. الفكرة كل واحد له نصيبه بهالحياة، هالشي مو بإيدنا. عفواً مدام،
تفضلي. حطي الشنطة هون وتفضلي لجوا على التفتيش. هلا اكيد رح يعرفوا شو في جواتها، بتطلع على الشاشه ورح يفهموا كل شيء، ما في داعي احكي شيء. ارفعي ايديكي لفوق. عفوا لو سمحتي اسمعيني، في ناس برا عم يخططوا يفجروا المكان، دفشوني واخذوا شنطايتي وحطوا فيها قنبله، وهلا رح تتاكدي من هالشي على الجهاز تبعكم. هو برا وهددني وضل ماشي وراي، بسرعه روحي تصرفي واعتقلي، واهم شيء تبعدوا الخطر عن الناس الابرياء، ما بدي حدا يصير له شيء. شبك مدام، صاير لك شيء ولا عم تتزاكي علينا؟ ما في حدا رح يصدق هي الكذبة تبعك. بس أنا ممكن أعتقلك. أنا ما عم كذب عليكم بشي، وعم قلك الحقيقة، وهن حطوها بشنتايتي وليكو برا بترجاكي تصدقيني. هي القصص ما فيها مزح أبدا. ما في شي هون يا مدام، أصلا لو في شي بشنتايتك كان الجهاز عطى إشارة. بس هي موجودة بشنتايتي، شفتها بعيوني. عن جد؟ يعني أنا عم كذب؟ لا ما هيك قصدي، بس أنا عم خبرك لأني شفتها بعيوني ولازم نتصرف قبل ما يحسوا. هالقصة ممكن توديكي للسجن. بس أنا عم أحكي الحقيقة والناس بخطر، شو نعمل؟ ما بدي اسمع صوتك.